السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعين قناه هبد كوره. زي ما انتم شايفين اهو لسه في الاستاد، طبعا اجواء رائعه جدا، مباراه رائعه جدا زي ما شفنا. معلش حي الناحيه دي اهو، رائع، جماهير جزائريه وجماهير مغربيه. مباراه كانت رائعه، تمنينا فوز المغرب والحمد لله المغرب فازت. كانت ممكن تجيب اهداف اكتر، المغرب لعبت مباراه رائعه وضيعت اهداف، كوت ديفوار ضيعت، بس المغرب كان اقوى، ضمن الترشح الحمد لله وان شاء الله يبقى اول. الشوط الاولاني كان المغرب احسن من الشوط الثاني، طبيعي ان يبقى في ضغط، طبيعي ان كوت ديفوار عايزه تعوض، فيها هجمات مرتده، ضيعوا اهداف المغرب. الحمد لله الفوز فوز خلاهم في صداره المجموعه وضمن لهم الصعود بنسبه 100%. في نقطه عايز اتكلم عنها، الجمهور اللي ورايا ده لابس اخضر، ده جمهور جزائري جاي يشجع المغرب وبيساند المغرب من اول دقيقه، ما بطلوش تشجيع. يعني تخيل العلاقات ما بين المغرب والجزائر يعني رائعه جدا والله. يعني هنا ده تلاقي بيشجع المغرب وده يروح ماتش الجزائر، المغربي يروح يشجع الجزائر، حاجه جميله جدا. فنتمنى ان فرقه عربيه تاخدها. مبروك للمغرب، مبروك لكل انصار المغرب. تنسوش تدعمونا بسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس ولايك للحلقه عشان الحلقه كلها الناس كلها تشوفها. 1,000,000,000 مبروك لمصر، 1,000,000,000 مبروك للجزائر، 1,000,000,000 مبروك للمغرب وعقبال تونس. كده بنكون وصلنا لنهايه الحلقه، كلام مفيش كلام كتير. المغرب كان رائع ورائع جدا، مبروك الصعود للثلاث فرق العربيه، عقبال تونس تلحق بالفرق العربيه. سلام.